الصغرى. وكعادتنا في هذه الحلقات فإننا سنكتفي بإذن الله رب العالمين على الصحيح والحسن مما ورد في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر في موت النبي عليه الصلاة والسلام هو كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال إن الأخبار والأكاذيب نسجت حول موت النبي عليه الصلاة والسلام، والواقدي وهو معروف عند أهل الحديث بأنه كذاب ذكر آثارا كثيرة موضوعة ومكذوبة منكرة في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي هذا الأمر من قبل القصاص. ما القصاص هؤلاء؟ القصاص هم جماعة من الوعاظ، يعني يتولى الوعظ والدعوة، لكنه لا هم له سوى أن يبحث عن القصص المثيرة ويؤلف قصصا مثيرة من أجل أن يشد الناس إليه. فهؤلاء آفة على شرعنا، لأن الناس العوام في الغالب يحبون الحكايات والقصص والقصص والأساطير، فما بالنا إن كان الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مجال ومضمار يدخل منه هؤلاء القصاص فيأتون بالمنكرات وبالأكاذيب حول موت النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن بإذن الله رب العالمين سنكتفي على ما صح ونشير إشارات إلى ما نسج من أكاذيب حول موت النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، جاءت آيات في القرآن وتبين وتشير على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت. آيات جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لاحظ أن هذه الآيات كان الصحابة يسمعونها ويتلونها في صلواتهم وفي غير ذلك، ومع ذلك فإنه كما سنرى بإذن الله رب العالمين مع تلاوتهم لهذه الآيات فإن الكثير منهم لم يصدق موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بديهي، فكلنا يعلم أن الموت سيأتي على الجميع، لكن الإنسان لا يصدق عند وقوع المصيبة أن أحبته قد ماتوا. هذا شيء يعني بديهي عند الناس، فما بالك إذا كان الحبيب هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما سنرى بإذن الله رب العالمين. إذن جاءت إشارات في كتاب الله سبحانه وتعالى.